بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم مدفع الإفطار من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه من إمارة الفجيرة. حياكم الله، ها قد وصلنا لثاني أيام رمضان المبارك. نعم مشاهدين الكرام، هذا ها قد مضى يوم وأتى اليوم الثاني وما بقى إلا القليل، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. مشاهدين الكرام، كما عودناكم في كل يوم لدينا حديث أو لدينا موضوع نتحدث عنه قبل الأسئلة مع الحضور الكريم، ولكن قبل لا أبدأ مع الحضور الكريم، رمضان كريم. لا صوتكم خفيف، رمضان كريم. نعم، وكل عام وانتو خير. مشاهدين الكرام، اليوم راح نتحدث عن الأم. صحيح الأم هي كلمة صغيرة من ثلاثة حروف لكنها تحمل معاني كثيرة، معاني الحب والعطاء. نعم، لما نتحدث عن الأم نتحدث عن ذلك الحب الذي لا ينضب، ذلك الحب الكبير. كثير من الأحيان تكون أنفسنا معانا لكن قلوبنا دوما هي قلب الأم، فقلب الأم دوما ذلك الحب الذي ينبض بالعطاء والحب والحنان. فكما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. هكذا وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الأم وطاعة الأم. اللهم احفظ لنا أمهاتنا، اللهم احفظ لنا أمهاتنا واطل في أعمارهم، اللهم ارحم من رحل منهم، اللهم ارحم من رحل عنهم. مشاهدين الكرام، خلونا ندردش اليوم مع الحضور الكريم من الشباب، وخلونا نبدأ مع أول وحدة موجودة جنبي. السلام عليكم. عليكم السلام. عافينا، على اسمك؟ لميس. من وين يا لميس؟ من سوريا. كل عام وانت بخير. وكيف رمضان وياك؟ الحمد لله. صايمة اليوم ولا؟ لا صايمة. صايمة اليوم. زين لميس، تبين سؤال صعب ولا سهل؟ أكيد سهل؟ زين. العام الماضي كان يسمى بعام زايد، أما العام الحالي يسمى بأي عام؟ عام التسامح. عام التسامح، صح ولا غلط؟ صح. نحن ما في حد يطلع عندنا غلطان، وهذه هدية من مركز، وهذه هدية من مركز هانوفر الطبي. تفضلي، وكل عام وانت بخير. زين، نبدأ بعد، نبدأ ونشوف واحدة أمورة موجودة من هنا لابسة فستان. السلام عليكم. وعليكم السلام. صايمة ولا مو بصايمة اليوم؟ مفطرة. مفطرة يعني صمت من صمتي للعصر يعني شوية، يعني يمشي الحال. إزاي تبين سؤال صعب صعب ولا صعب شوية؟ صعب شوية. صعب شوية. إزاي، في سؤال من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في أي عام افتتح مسجد الشيخ زايد في الفجيرة؟ تبين خيارات؟ 2030 ولا 2050 ولا 2015؟ 2015. صح، تستلمين جائزتك من عند الشرطي اللي موجود هناك، وهي جائزة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة. تفضلي. زين، منو بعد يبي يشارك ويانا؟ أنا بختار. تعال 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 تعال، أسوي مساحة شوية على أساس إنه يطلع في الكاميرا. شو اسمك؟ علي. علي منو؟ الأمين. من وين يا علي؟ من الإمارات. صايم اليوم؟ زين علي، شو السؤال تباني أسألك؟ سؤال صعب ولا سهل؟ في أي شهر نحن نبدأ نصوم؟ رمضان. شهر رمضان، صح ولا غلط؟ لا يمكن غلط. صح، يلا صح. تفضل، هذه هدية من مركز هانوفر الطبي. تفضل. زين، شوفوا الكاميرا وأنا اللي بختار. شوفوا الكاميرا وأنا اللي بختار. تعال، شو اسمك؟ جنى. من وين يا جنى؟ مصر. من مصر. من فين من مصر؟ فطورك كان ايه النهارده؟ فطوركم ايه النهارده؟ عشان اجي افطر معاكم. انا اسمي عبد العزيز، صح ولا غلط؟ صح. صح، وربحت معانا جنى من جمهوريه مصر من مركز هانوفر الطبي جائزه. تفضلي. زين، ليش قلت كلكم طلعوا الكاميرا وانا اللي بختار؟ طلعوا الكاميرا وانا اللي بختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك اخوي؟ سليمان. من وين يا سليمان؟ من الفجيرة. سليمان، أبيك توجه كلمة عشان أعطيك الجائزة، أبيك توجه كلمة لوالدتك هنا على نحن على الشاشة، شو تقول لها؟
شكرا لك. شكرا لك. وبعد احبك. قل كلماتنا دوما نحن يخونا التعبير لما نعبر عن حبنا لامهاتنا، صحيح؟ الله يحفظها ويطول في عمرها. ولان كلمه شكرا انا اعطيك الجائزه هذه اللي مقدمه من مركز هانوفر الطبي. تفضل. شكرا لك. طبعا مشاهدين الكرام ما زلنا مستمرين معاكم وموجودين، وانا باختار منو اللي يبي يعبر بيتكلم وايد يقول شكرا لهم، بس ها مش سؤال، يوجه شكر لوالدته. منو؟ بس بدون سؤال، هذا تشكر بدون جائزة، أباك تشكر. تفضل، شو تقول لوالدتك؟ شكرا ماما على كل شيء قدمتي لي في الحياة، وانت كبرتيني وعلمتيني كل شيء في الحياة وعلمتيني الصح عن الغلط، وأتمنى لك الحياة الطويلة وتكوني في أحسن صحة، وشكرا. شكرا. وتعال بس سألك أنا سؤال، تعال أنت موجود من صوب أسألك سؤال زين. وهذا السؤال اللي هو من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، كم غصن يحمل شعار عام زايد؟ ما عرفت اسمك، ايش قول اسمك قبل السؤال؟ باسل. من وين يا باسل؟ فلسطين. تبى خيارات؟ ثلاث اقصن ولا اربع اقصن ولا خمسه اقصن؟ اربع اقصن. نقص خمسه. نقص واحد، نقص من الاربعه واحد. ثلاثه. نعم، يحمل شعار عام زاي ثلاث اقصن، وهذا سؤال كان من القياده العامه وجاوب علينا اخونا باسل. انت صايم ولا فاطر؟ صايم. يلا روح خذ جائزتك من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الشخص موجود هناك، وروح افطر يلا بسرعة. طبعا مشاهدينا الكرام أجواء جميلة هنا في ساحة المسجد الشيخ زايد من إمارة الفجيرة، وهذه دعوة للجميع أن يتواجد ويكون موجود هنا، وأجواء جميلة. أجواء حلوة ولا مو بحلوة؟ في حد منكم صايم ولا فاطر؟ الصايم رفع إيده، والفاطر ينزل إيده. في ناس نزلوا يدهم، صح؟ في ناس نزلوا يدهم. طبعا مشاهدينا الكرام يعني هذه ساعات مباركة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أوطاننا. فنحب لما نختم بدعوة أن اللهم احفظ لنا بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ لنا والدنا سيدي صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، واطل في عمره وبارك في أيامه، اللهم احفظ لنا ولاة أمورنا، اللهم احفظ لنا أمهاتنا وآبائنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر جميع المسلمين. وشكرا لكم وحياكم الله وتقبل الله صيامكم. استلم سيدي. حرس المدفع للأمام معتدل سر. مدفع